الفيلم ده سمح عن خليل الروتيت. الروتيت بص، الروتيت الاولانيه دي احنا لسه ما صدناهاش، دي الانتجرز، دي موجوده فين؟ في الماث بيس مانيوال. بيس يعني الحاجات اللي هي ايه الباينري، دي انت لسه ما خدتهاش. لا الروتيت الثانيه اللي هي الصفحه اللي هي دي، دي للليست، انت برضو لسه ما خدتهاش. الليست بيبقى فيها كده اقواس اللي هي من النوع ده، شايف القوس اللي هو جاي قبل الواحد ده وبعد اربعه، دي برضو انت لسه ما خدتهاش كويس. يعني احنا هناخد دلوقتي الروتيت بتاعت السبرينج، احنا قلنا سترينج مش سبرينج. فين اهي بتحط له انت سترينج، ركز بقى معايا، سترينج كوما، العلامه دي اسمها معناها بتتقرا بالانجليزي نمبر، نمبر اوف روتيشن، يعني عدد اللفات، عدد عايزه تلف، عايزه يلف كام لفه. بص هنا روتيت اي بي سي، قلت وما قلتلوش اي كام لفه، هيعمل ايه؟ هيسيبها لك زي ما هي، هيقول لك اي بي سي. بس اقفل الويندو المفتوح ده، هسيبها لك زي ما هي. لا ما سبهاش، اعمل فيها ايه طيب؟ لف كام لف؟ لف واحده بس، يعني هو ده هو الشرط كده، الجرح الجرابة هيعمل كده، الشرط كده، لما قلتلوش حاجه جاب الدي قبل السي، لو قلت له ناقص اتنين هيعمل ايه؟ هيلف في انه اتجاه؟ الاي بي سي دي بقت ايه؟ بقت اي بي وجاب السي دي في الاول. شايف بدأ منين؟ اي بي سي دي. طب لو قلت له واحد هيعمل ايه؟ ماشى العكس. فين العكس؟ جاب لك ماشى العكس، هي ملخفنة شوية بس أنت بالتجربة هتعرفها. بص على الورقة ازاي؟ كده. السترنج اهو بتاعك، ده السترنج اللي فيه الحروف اهي. واخد بالك؟ لو قلت له روتيت، روتيت معناها هيلف كده. بس هيبدا فين؟ هي دي البدايه بتاعتك هنا، دي اول حرف هنا، واخد بالك؟ والحروف ماشيه كده. لو انت قلت له روتيت هيلف كده ويودي لك الحرف ده في الاخر، يا هيلف في الاتجاه العكسي ويودي لك الحرف ده كده. تعال نشوفه هيعمل ايه على سامي. انا قلت له هنا سامي كده، واخد بالك؟ وهنقول له هنخليها نكمل له فهيم الهوي. هنطلع فوق، هتبقى موجوده فوق اهي. بوظ الدنيا، نطلع فوق تاني. يا اخي ماشي، نطلع فوق تاني. سيف دي هعمل ايه انا فيها؟ هحط له روتيت، روتيت هنا اهي. روتيت يعني ايه؟ يعني لو دورها لي هيعمل ايه فيها؟ إيه لو انا ما قلتلوش حاجه خالص بس كده قلت له روتيت هيعمل ايه؟ بص قال لك اعمل ايه؟ خد الام بتاعت فهيم وجابها قبل سامي. خد بالك؟ يعني زقلك سامي فهيم. طب لو قلت له روتيت تاني هيعمل ايه؟ ما هو ما انت هيبقى زي ما هي لانك انت ما غيرتلوش حاجه. طب لو انت قلت له روتيت هنا واحد كوما واحد هيعمل ايه؟ عامل العكس، خد الاس بتاع سامي حطها بعد فهيم. لو قلت له اتنين خد الاس والاي بتاع سامي وحطها ورا، هو بالك بس بالايه بالمشقلب بقت الاس وبعدين الايه. طب لو قلت له ناقص اتنين هيعمل ايه؟ هل هيفهم؟ هيفهم، هيلف العكس. خد الاي ام بتاعت فهيم وحطها لك قبل سامي. واخد بالك؟ وهنقف كده واكمل في الفيلم التاني.